أجواء من التوتر تخيم على العاصمة الليبية طرابلس بعد أن أعلنت السلطات الليبية المعترف فيها دولياً وجوب الاستنفار العام وبدء التحرك بهدف مواجهة تقدم الجيش الوطني الليبي الموالي لقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر. تصعيد جاء بالتزامن مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ليبيا، زيارة تهدف لعقد هدنة بين الأطراف المتنازعة. أشعر بقلق عميق من التحركات العسكرية في ليبيا ومن خطر المواجهة. لا يوجد حل عسكري، وحده الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية. أدعو للهدوء وضبط النفس فيما أستعد للاجتماع مع القادة الليبيين في البلاد. ووصلت قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدة بيريان الواقعة على بعد 50 ميلا جنوب العاصمة طرابلس وسيطرت بالكامل على المدينة. أما في غرب ليبيا فالحكومة المعترف فيها دوليا بقيادة فايز السراج تواجه أزمة بسبب وجود ميليشيات مسلحة في العاصمة ومدن غرب ليبيا، ما يعرقل فرض سيطرتها على العاصمة طرابلس حتى الآن. تجدد المواجهات يمثل انتكاسة للأمم المتحدة التي تحاول الوساطة بين سراج وحفتر. ومن المقرر عقد مؤتمر وطني هذا الشهر للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات.